بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا سامع كل نجوى، يا كاشف كل بلوى، يا منتهى كل رجوى. وقفنا ببابك ولذنا بجنابك، فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين، فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين.